لازم نتفق انه اشكاليه السن لها علاقه برضو ريليتيف, هي نسبيه, لها علاقه بالزمان والمكان. صحيح. بالزمان يعني وقت ما احسان عبد القدوس كتب الروايه دي كان عادي جدا انه بنت تتجوز واحد اكبر منها ب 13 و 15 سنه. ما كانش ده فرق كبير لما نقرا ونسمع ونفهم, كان ده فرق عادي جدا. دلوقتي لا, ده فرق كبير جدا, هتلاقي الاسره يعني بتشوفه كبير جدا. اكيد نسبي وحق وكيس باي كيس كمان, كل حاله وهي عامله ازاي. انا موافقه مع صبا, كل حاله, بس انا يمكن قلت فاشن, انا لسه بشوف الموضوع غريب. يعني اكتر من 10 سنين انا بشوف ان يعني بس كل كيس في جهتين, يعني في جهتين طبعا, جيل وجيل, يعني ما اعرفش, بشوفها طبعا.